السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غندير معكم القرص البلدي. القرص بلديين غنحتاجو فيهم واحد 300 غرام ديال السميدة الرقيقة أو الفينو. أنا هنا درت السميدة الرقيقة. واحد 400 غرام ديال الفورس. غنحتاجو الزنجلان الكمية اللي بغيتي، شوية النافع، الملحة، عندنا خمارة ديال الحلوى، عندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، عندنا كاس معمر، كاس لارو ديال السنيده، والسنيده كتبقى على حسب الذوق، اللي بغى يدير نص كاس يديرها. عندنا كاس ديال الزيت، عندنا كاس تاع الحليب، وعندنا قليل من مزهر. المزهر كيبقى اختياري، اللي كيبغي مزهر يدير، اللي ما كيبغيش ما يديرش مزهر. غادي نبداو على بركه الله. هنا غربلنا السميده، غربلنا الفورس، غادي نجمعوهم بجوج، وغنزيدو النواشف كلها. خميرة غادي نديرها، الخميرة على حسب الجو، كان الحال بارد راح نديرو الخميرة، كان الحال سخون كنقصو الكمية. عندنا الخميرة ديال الحلوى، عندي الملحة، عندي السنيدة، عندي النافع. اللي بغى يدير حبه حلاوه حتى يديرها. هنا عندي الزنجلان، نخلط مزيان. نخلط مزيان النواشف، عاد غادي نزيد الزيت، غنزيد الحليب، المزهر انا غندير شويه ديال المزهر، ما غاديش ندير بزاف، ولا خاصنا غادي نجمعو بالماء. نزيد الماء، اللي بغى يدير كاس ديال المزهر يدير. الناس اللي كيبغيو مزهر لما يديرو كاس يديرو، ماشي مشكل. نجمعوهم وغنبقاو نزيدو الما بشوية بشوية، وحنا كندلكو حتى يدلكو لينا. هاكا الدلك ديالهم، يعني السميده خاصها تكون مرخوفه من الاول باش ما تقصحش لينا. غادي نزيد شويه الماء، هذا هو الدليك ديالهم بحال هكا، نعطيو نجيب. بعد ما تعجن عجناها درتها في هذا البول، وغادي ندهنها بالزيت، وغندير لها واحد فيلم اليمونتير، ونخليها حتى تذوب الحجم ديالها، عاد باش ندوزو للطريقه ديال نصاوبو لي بول. الا كنغطيو عليها، الا كان الحال بارد بهاد الفيلم اليمونتير، ونغطيو عليها حتى تتخمر. عندوز المرحلة الموالية. بعد ما خمروا القراشل ديالنا، ها هما كتشوفوا، نخرجوا منهم الهواء، غادي نحطهم وغادي نبدا ندير دي بول بحال هكا، دي بول صغار. الحجم اللي بغى الواحد، جوني كبار. هكا ونحطهم في الطاوله،
غنخليهم تيرتاحو غادي نقرصوهم. هادو ماشي غادي نخليهم هكا نطيبوهم. القراش البلديين كيتقرصو وكندهنوهم بالصفر ديال البيض، غنديروهم مول القهوه او البيضه كامله اللي بغا. هادو مزيان للدراري، دائما الواحد خصو يوجد بحال هادشي، اما الفطور اما الكوتي كيجيو رطبين وكيدي واحد المده كيصبروا. غنبقى نكمل وغادي نرجع عندكم بعد ما كورناهم. دابا غادي ندوزو العمليه ديال اللي غنبسطوهم بحال هكا. دونك انا ما غاديش يجوني، غندير جوج في هذا لانه ما غادي يزيدو مازال يخمرو. وغنخليهم حتى يخمرو وعاد غادي ندهنوهم. مرقومش عاوتاني بزاف باش ميجيو رقاق. انا غنبقى نكمل وغنرجع لكم بعد ما يخمروا باش ندهنوهم. بعد ما خمروا القراش ديالنا غادي ندهنوهم بالبيض اللي درنا معاه نص كف القهوه. انا عصرت القهوه، الفران ديجا سخنتو، كنحاولوا غير بشويه باش ما يهبطوش لهنا. كندير لهم الزنجله من الفوق، وغادي نرميهم في الفران ونطلقوهم من بعد ما يطيبوا. بعد ما طابوا القريشلات ديالنا هما هادو جاو رطبين، حمرين من التحت وحمرين من الفوق، كيجيو خاوين فشفشين بالصحة والراحة.